طيب الصحة الضغط النفسي يعني ايه بشكل عام؟ هو حالة من عدم التوازن بيمر بها الفرد نتيجة سببين. السبب الأولاني هو عدم القدرة على تلبية احتياجاتي، والشق الثاني اللي هو ان انا عندي اعباء كتيرة جدا انا مش قادر ان انا احققها. هو او بمعنى اصح كده نقدر نقول خلل ما بين تلبية احتياجاتي والقدرة ان انا البيها. وده طبعا بيصاحبه نوع من انواع الضغط النفسي، القلق، الحزن، الشعور بالتعاسة، انا مش راضي عن نفسي عشان مش قادر البي كل الاحتياجات اللي انا عايزة البيها. صحيح. طيب ايه الفرق ما بين القلق والضغط النفسي؟ بصي، هو الضغوط النفسية لها تداعيات كتيرة قوي. في عند حضرتك مثلا تداعيات نفسية، تداعيات اجتماعية، تداعيات اقتصادية، كل الحاجات دي بتنصب تحت انماط الضغط النفسي. بالضبط الضغط النفسي. الضغط مثلا النفسي انا بتعرض لموقف مفاجئ بينتج عنه شعور بالضغط، شعور بالقلق، شعور ان انا مش قادر اتعايش مع الجو النفسي اللي انا بتعايش فيه بشكل يومي. برضو الضغوط الاجتماعية اللي حواليا، قد تكون مثلا ضغوط اجتماعية عائلية أسرية، كل الحاجات دي كلها بتنصب تحت أنماط الضغوط. صحيح، دي حقيقة يا دكتور. طب امتى اقول ان القلق، هو القلق الاول ممكن يتحول لضغط نفسي؟ بصي، هو الضغط النفسي كلنا عندنا ضغوط نفسية، تمام، ولكن بنسب متفاوتة. الفكرة كلها أنا مفهومي إيه عن الضغوط النفسية. في مفهوم إيجابي عن الضغط النفسي وفي مفهوم سلبي عن الضغط النفسي. صحيح. المفهوم الإيجابي عن الضغط النفسي إن أنا بشوف كده إن الضغط النفسي ده عادي جدا، كلنا عندنا ضغوط نفسية، بقدر أتعامل معاه بشكل إيجابي جدا، وبالتالي أنا بقدر أحول الأفكار السلبية لأفكار إيجابية وبتعامل بشكل كويس جدا.